بعد ساعات من إعلان مجلس النواب التصويت على رفض الاستفتاء المزمع عقده في 25 من أيلول المقبل وتفويض العبادي باتخاذ كافة التدابير التي تحفظ وحدة البلاد، أعلن رئيس الوزراء وخلال مؤتمره الإسبوعي عن رفضه القاطع للجوء الإقليم لسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، داعيا القيادات الكردية إلى طاولة الحوار بدلا من خيار الاستفتاء. فرض الأمر الواقع بالقوة ليس حلا، بل لا بد من اختيار الحوار لتحقيق مصالح المواطنين، وهذا هو هدفنا الذي نسعى لأجله، ولن نسمح بتقسيم البلد. نعم بيننا خلافات، الخلافات إذا نحلها بطريقة كل من يفرض رأيه ويفرض أمر الواقع على شركاء الآخرين، الآخر أيضا سيتصرف بهذا التصرف، أين سننتهي؟ سنضيع كل مصالحنا وخصوصا ما تحقق إلى الآن. أنا أدعو إلى وحدة الكلمة، كلامي موجه إلى مواطنين الأكراد بالدرجة الأولى برفض هذا الاستفتاء، لأن لا مصلحة لهم بها. المراقبون للساحة العراقية عدوا خطوة رئيس الوزراء اللجوء إلى الحوار بالإيجابية، كون الخاسر الأكبر في ذلك هو المواطن الكردي، فيما يرى آخرون أن تعامل الحكومة المركزية مع الإقليم لم يكن بمستوى الطموح رغم كل التصعيدات الكردية. إذا كان المؤامر هو مخطط لهروب مسعود البرزاني من مشاكل داخلية وأيضا لتنفيذ أجندة خارجية فهو اختبار، وأنهم لن يأتوا إلى بغداد. الحوار هو الأساس في حل كل المشاكل الداخلية، ألا تدفع الأمور إلى التأزيم وفيها خسارة إلى المواطن في إقليم كردستان أولا قبل كل شيء. اقتطاع جزء مهم من العراق وخصوصا شمال العراق، وهناك رفض إقليمي ودولي ومحلي لهذا الأمر، وبالتالي مستوى المسؤولية لدى المسؤولين الحكوميين لم يرتقي إلى هذا الأمر. نجد أن مواقف رئاسة الجمهورية خجولة وكذلك رئاسة الحكومة خجولة بالرغم من التصرفات والتصعيد من السيد مسعود البرزاني وخصوصا زيارته لكركوك أمس. ورغم الرفض الدولي لقرار الاستفتاء وعدم دستوريته ومخالفته للقوانين، إلا أن أربيل تؤكد أن لا خيار آخر لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد. من بغداد، غيث محمد، قناة الرشيد.